كريم. تمام، عايز برضو اشرح اللي عمله اليو ديانج في المباراه، وليه النقطه المهمه جدا يا كابتن اسلام وجود اليو ديانج والورك ريت عنده. هنا بنتكلم ان البدايه من الهجمه تشوف ان اليو ديانج سرعته في المنطقه دي، وهي كانت هجمه تاني على النادي الاهلي، واحد من افضل اللعيبه عندك اللي بتاخدك من حاله الدفاع لحاله الهجوم في اقل واسرع وقت زمني، عشان كمان يعمل عامل المفاجاه على المنافس. بمعنى اللي بيتفرج على المباراه لما بيشوف اليو ديانج في الحته دي طالع باقصى سرعه عنده في نص الملعب وبيلعب التمريره وبيقدر ان هو ياخدها تاني ويمرر التمريره بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنا بالظبط هو بيعمل دور البلاي ميكر. هو الهجمه دي كلها مين اللي صنعها؟ هي وزت عبد القادر في الاخر. الكل جت جون اللي بداها اليو ديانج ده من بس كوره هو خد فيها قرار ان هو يفتح سبرنت في نص ملعب. لو انا مثلا بتخيل، معلش انا اسف لو ممكن بس الكاميرا تجيلي، لو انا بتخيل في اللعبه دي لو انا خدت الكوره وبدات استلمتها قدام منطقه جزائي ولفيت ورجعت بيها وبدات ابني اللعب زي اللعب العادي بتاعي والكوره مش تعالي، هل كان ممكن في مساحه انها توصل لاحمد عبد القادر في انفراد بمرمى؟ كان مستحيل. فهنا لازم نبقى فاهمين ان اساس الهجمه ووصولها بالشكل ده، وان معاك لاعب في خط الوسط قدر ينقلك من الوضع الدفاعي للوضع الهجومي بشكل سريع. تاكيدا لكلامك، فاكر ماتش الوداد المغربي؟ ايوه نفس الحكايه بالظبط، الانتاج الحربي في الدقيقه 92 والانتاج الحربي برضه نفس الفكره، فكره اللي هي الجاري دي. بص بقى هنا يا كابتن اسلام، اللعبه دي انا عايزين نركز على حاجه مهمه جدا، نظره اليو ديانج للمنافس ازاي النهارده هو بعيد عن اللعب وشايف ازاي النهارده ان المنافس ممكن في المرحله دي، يعني بنتكلم مثلا على 17 متر او المسافه اللي من اليو ديانج لغايه لاعب الانبي، هو بعيد عن اللعبه مش مشارك فيها اصلا، اللعبه دي هو مش مشارك فيها وبعيد تماما، ازاي هو ذهنيا بيقدر يقرا اللعبه هتروح فين عشان اخد قرار التدخل؟ هنا القرار ده مبني على حاجتين، مبني على توقع من اليو ديانج اصلا ان الكوره ممكن تيجي في المساحه بتاعته، زي هنا بالظبط، الكوره دي لاعب انبي بيلعب الكوره عند زميله وهو اصلا بعيد جدا، اليو ديانج في مساحه تاني ما بينه وما بين اللاعب، مساحة كبيرة وهو مش مشارك فيها، لكن هنا هو بيتوقع ان انا النهارده ازاي لو الكورة جت في المربع بتاعي، يعني اليو ديانج النهارده مش واقف بس في مكان، لا ده هو عامل ما يشبه المربع ما بينه وما بين لعيبة نادي انبي المنافسين اللي واقفين حتى مع زميله في النادي الاهلي، في مربع انا حاميه بحيث لو الكورة جت في المربع ده انا على طول انقض واقدر استخلصها، وده اللي حصل، الكورة بعيدة عنه وتلعب التمريرتين على طول، اليو ديانج بيخش يحمي فرقته، بيحمي نص الملعب وبيقلب الوضع من الفريق من الدفاع للهجوم. هنا بنتكلم برضو كوره لنادي انبي في نهايه المباراه، بنشوف دي ربما تكون سهله شويه ان هو قريب من اللاعب المنافس. انا عاجبني في اليو ديانج القرار بتاعه ازاي النهارده انا بعيد عن اللعبه وبقدر هنا كوره باخر نفسي كام خطوه عشان اقدر استخلص الكوره وكمان احولها لهجمه ليا، فبيعمل الدورين. دي تاني احلى لعبه بصراحه لاليو ديانج في وجهه نظري، كوره كانت هجمه خطيره جدا للانبي، فرصه سهله جدا ان هو يجيبوا منها هدف التعادل، ولكن اليو ديانج بيقدر يحسب كمان امتى يعني اجري بسرعه شويه او ازود السرعه عشان انقض واعمل عمليه استخلاص الكره. بدر بنون، بدر بنون طبعا واحد من المدافعين المهمين جدا اللي فرق معانا على فكره وغيابه في ماتش السوبر وغيابه في الثمان مباريات في الدوري في الفتره الاخيره. تعال نشوف بدر بنون، واحد من اللعيبه اللي بتدي. اولا نوقف هنا بس، بص هو المدافع اللي هو حتحوت المهاجم بتاع انبي عدى من ايمن اشرف، بص بدر بنون بيرحل ازاي، تعال نبدا بقى، بص بيبص، بص البصه دي الاول بيشوف مين اللي جاي وهيضم ازاي، ده انفراد، ده اللعيب ده رقص ايمن ورايح انفراد، بص بقى بدر بنون هيتعامل معاه ازاي، هيخش هيسيبه يروح لبره الخط ويعمل التاكلينج المناسب بدون ارتكاب اخطاء. دي اهميه بدر بنون في التغطيه على المدافع اللي جنبه. هو اولا اللعبه دي كانت في الدقيقه 60 والنتيجه 0-0، فالكره دي كانت ممكن تبقى 1-0 الانبي لو راح على المرمى يعني. فبدر بنون واحد من المدافعين المهمين جدا 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 واللي بيدي تقل للمدافع اللي جنبه. انا اسف المقاطعه يا احمد، انت عارف اللعبه دي هتقول بس لو زق الكره كابتن اسلام، زقها
وحط رجله وحط رجله وعم وخل بدر بنون يحط صح. رجله في توقيت خاطئ خلاص على طول ضرب جزاء بس ده ذكاء من بنون في توقيت التايمنج بتاع التاكلينج ولازم الناس تعرف ان الكلام ده احنا بنتكلمه ده ربما احنا بنتكلم طبعا في التكييف والاضواء ولابسين بدل والدنيا حلوه كل والدنيا حلوه كل حاجه انما في الملعب الكلام ده من اصعب الامور اللي انت ممكن تتخيلها ان هو صح. لاعب التوقع توقف في ثانيه ده جزء من الثانيه ان هو تحس ان اساسه ليبرو تحس ان هو عامل زي الليبرو كده يديله ضربه جزاء وربما لو حكم كمان يعني شديد شويه عليك هوب طرد وانتهى صح. الموضوع بالنسبه لك فلازم فعلا بصراحه الهجمه انت جبتها دي واحده من احلى الهجمات الحاجه الثانيه بقى ده دوره في التغطيه والتاكلينج تعال بقى نشوف دوره في التمرير الطولي وعمليه بناء الهجمه انت دايما لما بتلعب قدام فريق بيلعب دفاع منطقه محتاج واحد يديك تمريرات اللي هي بتضرب الثلاث خطوط زي التمريرات دي اللي هي وانت واقف بس كده بيديك تمريره بتضرب الثلاث خطوط صح. دي اهميه دقه تمريرات بدر بنون ما كانش عنده غير ثلاث تمريرات خطا وكان اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه بص التمريرات الطوليه دي اللي هي بتضرب خطوط الفرقه دي لعيب عنده الرؤيه لما انت حتى كمان لما بتلاعب فرقه عندها بتلعب عليك ضغط عالي بتبقى محتاج مدافع بنفس نوعيه بدر بنون برده هو بيطلع الكوره لحسام حسن وبالتالي بدر بنون عودته فرقت كتير جدا يعني عوده بدر بنون عوده اليو ديانج مكسب احمد عبد القادر مكسب لويس ميكوسوني كل حتى دخول حسام حسن في الهدف اللي احرزه والثقه والنهارده برده لما احرز هدف حسام حسن مكسب كبير فانت واحده واحده مع فتره التوقف اللي جايه ال21 يوم اعتقد ان شاء الله البناء جاي